أعتبر أن الحكومة كعادتها أن مواقفها هي مواقف انتظارية من كل القضايا المستعجلة والآنية التي تتطلب تدخل سريع، وبالتالي هذه القضية هو الآن لولا التدخل الملكي ففعلا أنه تعتبر أن الحكومة تعتبر نفسها كل القضايا التي تهم أرواح المواطنين وسلامة المواطنين هي مستقلة من هذه المجالات، والأمر يتطلب جرأة وشجاعة سياسية لدى الحكومة لاتخاذ مواقف أساسية وحاسمة في مثل هذه القضايا وتشكيل لجان ديال وخلايا لتفكير كل هذه القضايا المرتبطة بالأزمات وبالكوارث، ولكن مع الأسف هذه الحكومة هي أصلا كارثة وأزمة، وبالتالي ما يمكن شيء ننتظر منها أكثر من هذا يعني السلوك الانتظاري والتراجع والتباطؤ في القضايا تهم حياة المواطنين. السؤال الثاني بغيت نسولك أستاذ كحيل حول الإجراءات اللي تنوون القيام بها في حزب الاستقلال بخصوص هذه الفاجعة. لا، أولا غندعيو اللجان المختصة في المجلسين في البرلمان يعني في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذلك خاص اليوم تكون في هذه اللجان النقاش مع الحكومة والبحث عن إجراءات استباقية لكل دور آيل السقوط وخاصة في المدن العتيقة، إضافة إلى التضامن يعني مع العائلات ديال الضحايا، واللي تنعرفوا أنه هذا الفاجعة هو واحد الإنذار للحكومة، لأنه مع الأسف الموضوع ديال البناية إلى السقوط وديال البناء العشوائي وديال المخالفات المرتبطة بالتعمير أنها ما مخوضاش بالشكل وبالحزم اللازم، الشيء الذي يؤدي إلى فاجعة في كل مرحلة من المراحل في عدد من المدن في القنيطرة اليوم في الدار البيضاء وفي مدن أخرى، الشيء الذي يخلينا أنه الحكومة اليوم مفروض أنها بالإضافة إلى تفعيل ذاك الصندوق ديال الكوارث، هذا ما يمكنش الحكومة ما تكونش عندها يعني أجوبة ودعم لكل المواطنين اللي تتعرضوا لمثل هذه النكبات.